معاناة يومية في تأمين المياه يعيشها الناس هنا في الريف الحمصي، تضاف إلى قائمة المصاعب المعيشية والتضييق الممنهج الذي يمارسه نظام الأسد ضد المناطق المحررة. تدمير البنى التحتية المائية وواقع الحصار الذي سبب ارتفاع أسعار المحروقات أفرز أزمة أجبرت الناس على الاعتماد على الآبار الموجودة في المنطقة وتنشيط عمل الصهاريج التي تبيع المياه بأسعار مرتفعة نتيجة ارتفاع تكلفة تأمينها. والمي بسبب انقطاعها اضطرينا نلتجئ للآبار، والآبار بدها مولدات، ومولدات ما بي، وبنحربوا مولدات بس يعني ما بي محروقات لحتى ندور هاي المولدات، أسعارها غالية كثير، حيوصل سعر لتر المازوت ل 670 ربع، يعني هيأدي خزان المي 1000 لتر حيوصل ل 700 ليرة. والعائلات ما معلوم كل الناس قاعدة شغلة ولا عاملة. الآبار ذاتها أنتجت مشاكل صحية أيضا، فضلا عن كون كثير منها غير صالح للشرب، ما دفع الناس للاعتماد على شراء مياه من قرى أخرى آبارها أقل تلوثا، أو اللجوء إلى الينابيع الشحيحة في أحيان أخرى. مع بقاء جميع محاولات المنظمات والمجالس المحلية قاصرة عن سد العجز الحاصل أو إيجاد حلول جذرية للأزمة، بدأ النظام يتبع سياسة حصار الأولويات والأساسيات من ضمن المحروقات اللي كانت تأثر أكثر شيء على مادة الخبز والمياه. المياه طبعا المحروقات كانت ضرورية جدا للمضخات الآلية الموجودة بالريف، فكانت المحروقات لما يعني تختفي من الريف أو يقل وجودها ترتفع أسعارها، فما تقدر الجمعيات أو المجالس المحلية الموجودة على تشغيل المضخة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، ولا حتى الناس يعني ببيوتهم يقدروا يشغلوا مولدي أو يشغلوا الضخ عن طريق الجب الموجود. فلجأت الناس لتعبئة لجلب المياه عن طريق الصهاريج المتنقلة. التأقلم مع واقع الحرب والحصار إذن هو سيد المشهد هنا، والأمل بمبادرات لحل الأزمة ترسم غدا أجمل وبلسم الصبر للمدنيين هنا. أنور أبو الوليد لقناة حلب اليوم، ريف حمص.